ايه؟ ده انا اتفرج في الحياة زي ما كانوا الكفار بيعملوا. افتح يا بنت. في ايه ياما؟ ما يخصكيش انتي. هو ايه ده اللي ما يخصنيش؟ اي حاجة تحصل في البيت ده تخصني ونص. ممروعة يبقى ادوكي ريح حلو. يا بنت ابعدي عن وشي السعادي. مش بقى يعني مش بعد يا ماما ده هينسوا. ما تتمرعيش يا بتعة الا ما ينصفوكي. عارفة المثل ده ولا مش عارفاه؟ روح امه. اديني عرفته. حاسبي بقى. انت بتسوقي يا بنت؟ انت بتسوقي؟ يلا بنت مش هعرف اضربكم ولا انتوا مخبرتوا على الضرب. يا الشمس 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 ايه يا الله منك لله يا شيخ. يا يا ماما دي اللي حرقتك اهو وخليتك تفتحي الباب. شباب انت مين يا بنت اللي هتتجوزيه؟ ما هو بياخد كل حاجه منك من غير جواز. وانا مالي؟ ما تروحي تساليها ذنبي ايه؟ هتخنقيه؟ ذنبك انك عارفه ان مفيش راجل هيخش البيت طول ما انا عايشه ولا حتى بعد ما اموت هتوهالي. ولما تموت في ايدك هتتبسطي يعني؟ ابعدي يا بنت ممروعه انت من هنا. مش هو ياما. وبعدين هو هيدفع لك اللي هيدفع في اي واحده بنت بنوت. مش ده اللي انت عايزاه طول عمرك؟ هيدفع منين المعده من الجربان؟ ها انت شرفك قابلته في السكه وقال لي اللي في دماغه كان عايز يلاين دماغ امك. وهو ايه اللي في دماغه يا بنت؟ هيشغلها رقاصه وهيديكي فيها اللي انت عايزاه واكتر. وحياه امه هو هيتجوزها ويدورها بدل انا ما ادورها. بموتي مش هيحصل. تعالي خشي جوه. اتفضلي يلا يا بتاعت شبندي. مش هيبقى بموتك ياما، انما هيبقى بطفشانها وجوازها غصب. ما ينفعش، لازم لها ولي يا بنت. سهل، هتروح لابوها ده هيبسطك. كتاب اللي ما هعديها لك عمري تحب كده بتدفي سيرته كده في خلقتي. عارفه ان كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش امه، بس لو في حد في البيت ده بيحبك بجد وعايز مصلحتك فهو انا. ما بفكركيش بيه عشان اكيدك، لا، بس عشان افهمك. انا بسكت كتير بمزاجي عشان ما بحبش وجع الدماغ، والنهارده اتكلمت مش عشان جايه ممروعه زي ما انتي فاكره، لا، عشان اشرف شبندي خلاص ملا دماغ بنتك وهتتجوزه. هتتجوزه. عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة. الخليج مغلق أمام الملاحة والمواد الاستراتيجية لا تستطيع. واحنا هنحارب بجد ولا إيه يا سي أشرف؟ ولو على بيقولوا ده الرئيس بيقولوا إن هيرميهم كلهم في البحر. الجمهورية العربية بيقولوا يوه يا أخوي، هو أنت ما حبتكش غير بيقولوا بيقولوا نفس القواعد بيقولوا التي كانت تطبقها. قول افتح الباب. عبد الناصر يعلن القرار الحاسم أثناء زيارته أمس. ست بدرية، ايه اللي جابك في ميعاد زي ده؟ هي دي نورت يا مرة. عموما انا مش جايالك، انا جال اشرف مصلحة. انست ونورت يا ست بدرية، اتفضلي. كشري والسكر بر. خير؟ لا انا ولا انت هنجتمع على خير ابدا يا اشرف. هما كلمتين هقولهم لك وحطهم مطرح ما يعجبك. ثانية دي لقمتي أنا. تفكر تمد بوزك عشان تلهفها؟ أمد إيدي جوه زورك وأطلعها. تمد إيدك عشان تاكل بالراحة؟ حلال علينا وأسيب لك حتة زيادة. أمين يا أشرف؟ أمين يا بدرية. بنتي ما تدخلش على دور. يستحيل، كلام ما فيهوش فصال. يو هي راحت فين؟ انت طالب.